في رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو بعنوان مشاهد حية تبث لأول مرة، ظهر به أصوات تسمع من سطح الكوكب بسام سبار ناسا بيرس برانس، الأمر الذي أثار فضول الكثير من المتابعين حول العالم. معنا العالم الكبير المصري الأستاذ الدكتور فاروق الباز. دكتور فاروق أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور فاروق أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. طمنا على صحتك. سمعني ولا لا؟ أنا سامعك، طمنا على صحتك. الحمد لله، أهلا بيك. ربنا يكرمك. أخبار الفيديو اللي بيتم ده حوالين الأصوات من المريخ يا فندم، إيه حقيقته؟ لا، الأصوات دي كانت يعني الصور دي كانت مش من الرحلة دي، من الرحلة قبلها، بس كان المفروض إنها تبقى يعني بتمثل الصوت اللي احنا بنعتقد انه هيحصل على المريخ. المركبة الحالية معاها مسجلات للصوت عشان تثبت لنا ان الكلام ده صح، يعني معناها ان اللي انت سمعته ده يعني تمثيل الصوت اللي هنسمعه الحقيقي، هو لسه ما سمعناش الصوت الحقيقي. يعني ده مش صحيح ولكنه فيرتشوال افتراضي بيتم القياس عليه. فيرتشوال يعني جابوا يعني من العلماء اللي كانوا بيقيسوا التيارات الهوائيه شكلها ايه والغلاف الجوي الوزن بتاعه ايه، قالوا طب لو كان في صوت هيحصل ازاي وكذا، فقالوا طب نعمله كده عشان لما يجي الصوت الحقيقي نشوف احنا كنا صح ولا لا. طيب عاملين عشان كده. دكتور فاروق، لو ثبت ان هناك اصوات ماذا يعني في وجهه نظرك يا فندم؟ لا 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 لا، الاصوات دي اصوات من حركه الريح على سطح المريخ، لان احنا عارفين ان في ريح لانها بتنقل التراب وتركبه على بعضه وبتعمل كثبان رمليه زي الصحراء بتاعتنا، ولما الرمله يشيلها الهواء ويحطها في حته ثانيه بتعمل صوت زي ما بيحصل في احنا كنا بنسمع صوت في الكثبان الرمليه في الصحراء. ولكن هذا لا يعني، وحضرتك نفيت لي قبل كده، لا يعني وجود احتمال وجود حياه لان مفيش اكسجين على سطح المريخ. لا، في اكسجين بس خفيف قوي، لان معظم الاكسجين بيضيع في الغلاف الجوي العلوي، يعني الاكسجين بتاعه لا يسمح لنا، والجو يعني حتى الضغط الجوي لا يسمح لاي حياه تعيش النهارده. هم اللي بيدوروا على حياة دلوقتي بيدوروا على أثر الحياة من زمان لما كان المريخ عنده هواء كويس وكان نسبة الأكسجين فيه عالية. طيب سؤالي الأخير دكتور فاروق، وحضرتك عالم وإنسان، أليس من الأولويات الآن البحث عن علاج للأمراض والفيروسات المنتشرة ويبقى في عدالة في توزيع اللقاحات ونضحي شوية الأكثر العدالة أو الأولويات أننا نصرف على الصعود إلى المريخ أم على معالجة الأمراض ورفع حالة الناس والناس اللي بتعاني في المخيمات والمهاجرين ونقص الأدوية والأشياء دي كلها، أيهما له الأولوية يا سيدي؟ العلم والمعرفة بيخلصنا من مشاكل كتير جدا، ما نقدرش نقول إن إحنا نخلي فلوسنا كلها عشان نحل مشاكل الناس بتاعت النهارده، لأن العلم والمعرفة نستمر وإحنا هنعرف نعالج الناس ازاي اذا ما كناش بنزيد من علمنا ومعرفتنا في كل شيء. فلا بد ان عشان الانسان يعيش كويس ويتنصح كويس لابد من دوام العلم، دوام العلم والمعرفه، لان العلم والمعرفه لا نتوقف، معناها ان حتى الله سبحانه وتعالى طلبنا اتقدمنا لابد ان تستمروا في جمع العلم والمعرفه لتعرفوا ما خلق الله من حولكم. معنى ذلك ان احنا لابد ان احنا نستمر في العلم والمعرفه حتى نعرف نعيش كويس ازاي. شاكر فضلك العالم المصري الكبير الاستاذ الدكتور فاروق الباز، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن طارق العش، انا بعتذر لك معلش، انا يعني راجل معانا من الولايات المتحده الامريكيه والحقيقه هو يعني، فانا بعتذر لك دكتور استاذ طارق، اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ سيد، لا يهمك. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية
بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.